قام العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بزيارة إلى متحف الحرب الإمبراطوري بالعاصمة البريطانية لندن، ورافقت سموه السيدة ديان ليس المدير العام للمتحف. وتجول سموه في مختلف القاعات والأقسام وتعرف على مقتنيات ومعروضات المتحف التي تحاكي الحروب على مدى القرن العشرين، وطلع سمو قائد الحرس الملكي على صور تاريخية لمشاركة مملكة البحرين في الحرب العالمية الثانية. وأبدى سموه إعجابه بالمقتنيات والمعروضات المميزة للمتحف، كما ثمن دور المملكة المتحدة في الحفاظ على هذا التراث التاريخي العسكري القديم.